وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفه وزير الداخليه بتشكيل لجنه تحقيق حول ملابسات وفاه احد المحكومين بقضايا جنائيه ورفع تقرير بنتائج لجنه التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونيه المعمول بها حيال اي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالانظمه